على فكرة هي الحياة اختيارات بالمناسبة، مش عيب، بس نطلع تتكلم اتكلم على الأقل بنفس الطريقة يعني، مش تقول للناس أنت أعمى لو مش شايف إنجازات، برضه مصر تهين الناس فتكره الناس في الراجل. في حالة تانية وبلغة نفاق رسمية بقى، رسمية حتة تانية كده خالص، طلع الدكتور عبد الحي عزب رئيس جامعة الأزهر بيقول، واسمع لي دي الله يخليك عشان دي، بيقول كل يوم بيمر بيأكد عظمة مصر. منين يا دكتور عبد الحي؟ قال لك عظمة مصر مش بس جاية في تاريخها، مش في التاريخ، لكنها في جين المصريين. أيوة اللي هو عمل إيه جين المصريين يا دكتور عبد الحي؟ قال لك إن ربنا بفضل هذا الجين أهدلنا هدية عظيمة تحفظ كرامة هذا الوطن في شخص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والله ما محتاج منك كده، ولا احنا كمواطنين محتاجين منك كده، ولا هي دي اللغة ان احنا محتاجين نستخدمها الفترة الجاية. المهم على نفس الطريقة كده، ركز معايا في الراجل ده عشان الراجل ده حلو قوي. الوطن من فترة نشرت قصة عن شخص اسمه ياسر التركي مدير منظمة الحياة لحقوق الإنسان. هذا الرجل راح رفع قضية على المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء علشان يجبره إن هو ياخد قرار، أو يطالبه بإن هو ياخد قرار إنه يحدد يوم لعيد الأب. عادي الكلام ده، حق الراجل، الراجل عنده وقت فراغ وعاوز يشغله بإن هو يدور على عيد أب زي عيد الأم وكده، يعني حقه، عنده وقت فراغ الراجل. بس اللي مش عادي إن الراجل ده أستاذ ياسر التركي طلع قال لك إن اليوم ده لازم يكون موافق لميلاد الرئيس السيسي. ثم وصلنا لذروة النفاق بقى بتاعنا، ما هو ده هيوديك للحتة اللي احنا بنخاف منها. الحتة اللي احنا بنخاف منها هنا بقى. لما طلع شيخ فوق المنبر وخطب في الناس وقال لهم انه اللي هيدعي على السيسي هيصاب بشلل في لسانه، وقعد يحكي قصة عن شخص راح المسجد الحرام وعاوز يدعي على الرئيس السيسي وبشار الأسد ومش عارف مين، لكن كل ما يجي يدعي على الرئيس السيسي يصاب بالشلل. ولما حس انه يصاب بالشلل عدل عن الدعاء بتاعه وقرر انه يدعو للرئيس. انتوا فاكرين احنا كنا بنقول ايه على الكلام ده لما كان بيتقال ايام الاخوان جبريل ونزل رابعه والكلام ده كله، ومحمد مرسي اما الائمه الاربعه، الائمه الاربعه وائمه المسلمين والانبياء في المسجد الحرام؟ فاكرين كنا بنقول ايه الكلام ده؟ ليه عاوزين نشد الماضي ونرجع تاني بشله برضه جوقه كده ومنفقين حالتهم صعبه الحقيقه. نرجع بقى للاستاذ ياسر التركي عشان ده راجل حدوته الحقيقه. الراجل فشل في عملية النفاق الأولى بتاعته وما جابتش الشغل اللي هو عاوزه في الإعلام، فطلع الأستاذ ياسر التركي مدير مركز الحياة لحقوق الإنسان، والوطن نشرت القصة بتاعت إيه الأستاذ ياسر التركي ده بيقول فيها إيه. هذا النشط السياسي والحقوقي ملقاش زي ما قلت لحضراتكم الحدوتة الأولانية نجحت والجرائد ما كتبتش عنه، فراح يعمل حملة جديدة هدفها جمع توقيعات من المواطنين لمد الفترة الرئاسية للرئيس السيسي لمدة 8 سنين. هو نفس الراجل الأستاذ ياسر التركي رئيس جمعية حياة لحقوق الإنسان، وقال لك إن إحنا نعمل جمعية وعاوزين بعد نلم ناس من كل حتة في الدنيا ونعمل مجلس إدارة الحملة ونجمع توقيعات من محافظ مصر عشان نخلي الرئيس لمدة 8 سنين. اللي هو بيورط الرئيس وش وقتها، فاكرين الإخوان برضه بيتربصوا بهذه الأشياء وبياخدوها ويقول لك بصوا كله بيسقف، كله بيهلل، مفيش ديمقراطية، مش عارف مين بيلعب، المخابرات بتلعب، ليه؟ واحد عاوز يتشهر، ليه الدولة تلبس في وشها واحنا نلبس في وشنا رغبته وشهوته في الشهرة؟ زميلنا الكاتب الصحفي عماد سيد أحمد لفت انتباهه الموضوع ده قوي في الفترة الأخيرة، فكتب مقال في المصر اليوم عنوانه أحدث موضة في نفاق الرئيس، وقال في المقال ده انه افضل شيء في الرئيس عبد الفتاح السيسي انه صادق وواضح مع نفسه ومع الاخرين. وفي كلمته خلال الاحتفال السنوي الاخير يوم عيد العمال طالب الناس كلها بان هي ما تقولش كلمه زعيم ولا قائد ولا ان هو مفجر الثوره، وقال لهم انتوا اهلي وناسي وان احنا كلنا المصريين عملنا الانجاز ده. عماد سيد احمد بيقول هو في كلام اوضح من كده؟ مفيش. بيقول لهم ده هل الناس دي فهمت الرئيس بيفكر ازاي؟ قال لك ما حدش فهم، بدليل انه الصحف القومية بقى صحيفة منها عملت ملحق 20 صفحة تحت عنوان رجل الأقدار. فبيعلق عماد سيد أحمد بجملة واحدة بيقول يا الله ما هذا، هل عدنا من جديد وبهذه السرعة؟ يا أستاذ عماد احنا آسفين عدنا.
قال لك 20 صفحة من النفاق الذي لا يحتاجه الرئيس وهو في غنى عنه تماما، بل واثق الأستاذ عماد السيد أحمد بيقول أن الرئيس يرفض هذه الأمور كما رفض غيرها من الإعلانات المدفوعة مقدما من قبل هيئات ومؤسسات حكومية مفلسة وتعاني عثرات مالية لا أول لها من آخر. فهو ده التركيبة، التركيبة أنه في ناس عاوزين يرجعوا تاني للمشهد، والتركيبة أن في ناس ضعيفة إلى الدرجة اللي هي عيني ما عندهاش أي حاجة في الدنيا غير أن هي تجيب الماضي وترجع، أن هي تجيب القديم وترجع لنا. وقبل ما تقول لي أنت بتقول الكلام ده ليه، بقولك أن إحنا هنا دورنا التذكير، بنفتش في الجرائد ونطلع لأنه الذكرى على الأقل تنفع المواطنين، على الأقل نذكر الكل قبل ما نقع في الفخ. بعض الناس ممكن من محبتها للرئيس تقول كده، بس مقبول الناس العادية تقول كده، مش من أصحاب المصالح والحاجات. والأهم من كده أن الرئيس نفسه قال مش بيحب الطريقة دي، والأهم من كده أنه من كلمة الرئيس قال أنك لازم تعرف أن اللي أولها نفاق أولها صمت على المنافقين، واللي أولها صمت على المنافقين آخرتها استحسان للعبة النفاق، وده أنا آسف بداية الخراب. وده مش اللي أنا قلته، ما قلتش الكلام ده من عندي خالص، ده الرئيس نفسه اللي قال كده في المؤتمر بتاع عيد العمال، وقال كده في ألمانيا، قال انتوا عاوزين ترجعوا، وقال كده في وقت كلمته مفتاح الترسانة البحرية في اسكندرية، قال انتوا عاوزين ترجعونا لورا ولا ايه؟ مش بس كلام الرئيس، ده كلام سيدنا علي رضي الله عنه في نهج البلاغة لما قال احترسوا من صور الإطراء والمدح فإن لها ريحا خبيثة في القلب، وإياكم والإعجاب وحب الإطراء فإن ذلك من أوسق فرص الشيطان، إن كثرة المدح لمن يملكون الجاه والمال والسلطة تدهشهم حتى لتأخذهم العزة بالاسم. يعني من كتر ما بتقعد تمدح الناس بتوع أهل السلطة والمال حتى لو هم كويسين، حتى لو هم كويسين أنت اللي بتبوظهم. كتر النفاق زي ما بيقول سيدنا علي بيجعل الممدوح يشط في أفعاله عن الصواب والحق. النبي عليه الصلاة والسلام برضه قال لما يجي لك منافق احثوا في وجهه التراب، يعني ردوا خائبا. في تفسيرها برضه الطبري وابن حجر بيتكلموا في الموضوع ده انه احثوا في وجه التراب دي معناها انه يا تاخد شويه تراب من الارض وتحطها في وشه، يا تقعد تلعب في التراب كنايه على انك مش مستعنيه، يا تمسك التراب في ايدك عشان تتذكر انك انت من تراب وراجع للتراب. ردهم خائبين، ده دور السلطة، السلطة عليها أن ترد كل منافق خائب خاسر على وجهه. إحنا ما بنحبش الطريقة دي. أما دورنا إحنا إن إحنا نكشف الناس دي لحضراتكم، علشان الناس دول بطريقتهم دي ممكن يضيعوا الدنيا، لأن هي الناس دي اللي كانت بتنافق مبارك هي اللي شتمت مبارك أول ما وقع. فبالتالي الناس دي بتفقد إحساس الناس بالوطن، بالمصداقية، بالمهنية، بكل حاجة في الدنيا. هو ده خطرهم الحقيقي. وإن كنا نثق مثلا في إن الراجل الموجود دلوقتي قال ثلاث أربع كلمات في المؤتمرات إنه رفض الموضوع ده، لا، إحنا بنتكلم عن نفسنا إحنا دلوقتي. وبنفكره وبنقول له تذكر يا من في السلطة، سواء كنت وزيرا أو غفيرا أو رئيسا أو رئيس وزراء. كتر النفاق بيقلب. إحنا مش محتاجين ده. بلد أمن فيها ثورتين مش محتاجة ده. جربناه 30 سنة وما جابش نتيجة. فمش عاوزين نرجع نقعد نعيد ونزيد تاني وتطلع كل هذه الأشكال، كل واحد باحث عن دور أو باحث عن شهرة يطلع يبوظ لنا حياتنا لمجرد إن هو لوحده عاوز يكسب أو متخيل إن الطريقة دي هي اللي هتكسبه. أشوفكم بعد الفاصل.